ماري and سالي are in foot race. When Mary is 22 meter from finish line, ماري اهي على بعد 22 متر من خط النهاية. She has a speed of 4 meter per second and is 5 meter behind سالي. يعني هي متأخرة عن سالي بخمسة متر وأكيد عايزة تسبق. Who has a speed of 5 meter per second؟ دي عندها خمسة، دي بس أربعة وكمان وراها. بيقول سالي thinks she has an easy win to do so. يعني دلوقتي سالي اللي هي متقدمة ماشية بسرعة أكبر وسابقة بخمسة متر، هتقول خلاص أنا إيه هسبق أكيد. During the remaining portion of the race decelerates، بتقلل سرعتها at a constant rate of 0.4 متر بير سكند سكوير. يعني دي بالماينس، ليه؟ لأن قال لي decelerates مش accelerates. What constant acceleration does ماري اللي متأخرة بقى، هو عايز الاكسلريشن بتاعت ماري يعني موجب. Now need during the remaining portion of the race if she wishes to cross the finish line side by side with Sally. يعني عايزة توصل معاها في خط النهاية نفس الشيء. احنا دي عندنا خمسة، عندها خمسة متر بير سكند سرعة ابتدائية، ده في نوت، وعندنا acceleration او deceleration ب 0.4، يبقى الاكسلريشن بتاعت دي ماينس 0.4 متر على السكند سكوير، والمسافة المتبقية من هنا لغاية هنا 17 متر. يعني عندنا كل معلومات سالي، فأقدر أحسب الزمن اللي توصل فيه. هقول كده دلتا اكس بتساوي في نوت اللي عندي تي اللي مجهولة تي زائد نص اي تي سكوير. الفي نوت بخمسة والاي بماينس 0.4 والدلتا اكس اللي بقي لنا 17. اذا التي عشان سالي توصل لخط النهاية هحل اهو، هقول 17 الفا يساوي 5 الفا اكس زائد نص في ماينس 0.4 في الفا اكس تربيع، اقول شيفت سولف واقول يساوي. طلعت التي اللي توصل فيها سالي الخط النهاية 4.06 سكند. حلو، عرفنا الوقت اللي توصل فيه سالي، عندنا كل معلومات. طب دلوقتي عايزين ماري توصل تقطع 22 متر في نفس الزمن عشان تروح سايد باي سايد. يبقى مرة تاني دلتا اكس، ده مين الاولاني؟ ده كانت سالي وده ماري. طيب نفس الكلام طبعا، دلتا اكس بتساوي في نوت تي نص اي تي سكوير. طبعا ده كانت الاشاره سالم، هنا الاشاره مجهوله بس موجبه، عارف القيمه مجهوله بس الاشاره موجبه. التي تعرف 4.06 تربيع وسرعه البدايه ب 4 وهتقطع مسافه 22 متر. المطلوب ايه؟ المطلوب اكسلريشن. المره دي هقول 22 الفا يساوي 4 في 4.06 زائد نص في مجهول في 4.06 تربيع. شيفت كالك او سولف، اذا الاكسلريشن 0.698 يعني تقريبا 0.7 متر بير سكند تربيع.